طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اليوم كشف استطلاع صادر عن شركة غالوب الأمريكية المختصة بالاستشارات الإدارية والموارد البشرية عن تصدر العراقيين قائمة أكثر الشعوب شعورا بالحزن والتوتر على مستوى العالم. أظهر الاستطلاع بأن قائمة أكثر الدول شعورا بالحزن والتوتر تضم 145 دولة حول العالم تصدرها العراق بمشاعر الحزن والتوتر والغضب والقلق والألم النفسي، تليه رواندا ولبنان وأفغانستان وتشاد وسيريليون وغينيا وتونس وإيران وتوغو. هذا وأكد مراقبون بأن تلك المشاعر هي وليدة الأزمات التي تعصف بالعراق في ظل تفشي الفساد الحكومي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة. ومن آثار هذه التعاسة التي يعيشها الشعب العراقي هي ظاهرة الانتحار، حيث نشرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي تقريرا عن ظاهرة الانتحار حول العالم. جاء العراق في المرتبة الخامسة عربيا بعدد 1128 حالة انتحار فقط العام الماضي. أما على جانب الأمراض النفسية فالعراقيون يحتلون المرتبة الأولى كما قلنا عالميا على سلم الاكتئاب بسبب الحالة المادية والاقتصادية والاجتماعية وسوء الخدمات وارتفاع نسب البطالة والفقر. تقرير لموقع ذا واير الأمريكي العام الماضي قال بأن العراق يعاني من ارتفاع نسبة المتضررين من الأمراض النفسية نتيجة سنوات طويلة من الصراعات والحروب، وأشار إلى أن ما يقرب من 20% من سكان العراق يعانون من اضطرابات نفسية. ذكر التقرير بأن الكثير من أولئك المرضى محرومون من العلاج والرعاية الكافية لعدم وجود وعي كافي بطبيعة الأمراض النفسية، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية الناتجة عن المرضى النفسيين، فنادرا ما يتم التحقيق أو البحث في أسباب الصحة العقلية ما يسبب القلق بشأن مستقبل المرض في العراق. طبعا تراكمات الفساد وارتفاع نسب البطالة والحالة الاقتصادية والاجتماعية كلها أسباب تؤدي إلى أن يتصدر العراق التعس دولة في العالم. نستمع إلى أصواتكم وإلى آرائكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول هذه أو هذا الاستطلاع الجديد لشركة غالوب الأمريكية المختصة بالاستشارات الإدارية والموارد البشرية. معنا اتصال أبو زينب من النجف. أبو زينب، ما الذي يدفع الشعب العراقي ليكون أتعس شعب على مستوى العالم برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني أبو زينب؟ إي وياك وياك أبو زينب. إي طبعا. شلون يشعر بالكآبة والحزن والاندفاع نحو الانتحار، ويعني هاي خاصة ظاهرة الانتحار يعني ظاهرة غريبة على الشعب العراقي. نعم. في أعتى الظروف وأقساها وأقسى الفترات اللي مر بها العراق، حياتنا ما سمعنا عن شخص ينتحر. يعني مو تجي في تقرير في شهر واحد في محافظة كربلاء 39 حالة انتحار من ضمنهم 29 امرأة. يعني شوف إلى أي حد وصل الشعب العراقي من الضغط النفسي الهائل والانفجار. يعني العراق الإنسان هو عبارة عن يعني كومة لحم ودم وأعصابه وعروق، هو مو كتلة حديد، حتى لو حديثهم كانوا صار.
يعني تجي صبح من الصبح تلقى الروائح العطنة وتلقى الأنقاض وتلقى الأزبال وتلقى الأتربة ويطلع لك المحافظ وأمين سر الكذا من هذا المال البلدية ما يقول لك أنا بنفسي أشرف على حمل الأنقاض وهو كاذب ما يطلع من خارج حدود المحافظة مترين. زين يجون يهدمون البيوت على رؤوس اللي يسموهم العشوائيين أو المتجاوزين. طيب أنت ليش ما تعطي حقه أبسط حقوق الإنسانية من حصته بنفط البلد؟ انطي قطعة أرض وانطي منحة مو سلفة وخلي ابني مثل الأوادم وسوي له خدمات وزع الثروات بشكل عادل مو رؤساء الكتل والأحزاب كل واحد له فطلة 30 و40 مليار دولار ها؟ وتريد هذا المسكين لا وظيفة لا عمل لا كذا زين؟ وتريده ما ينفجر وتريده يحس بالسعادة. يعني من الكفر أنه العراق هو يسموه جمجمة العرب ويسموه العراق عنق الخليج. يعني من ضمن دول الخليج العرب أكبر دولة نفطية في الشرق الأوسط وثانية أو ثالث دولة في العالم وشعبه يعيش بالأنقاض والأزبال والوسخ والكآبة والله شنو إرضاء الإيراني يجون الأموال ويسرقوها قسم الأنفسهم والعوائلهم والأقرباهم الباقي لإيران حتى يقوون به ترسالة الجيش الإيراني ويقوون به الحرس الثوري الإيراني ويضعفون الجيش العراقي والشرطة العراقية وكل القوات الضاربة العراقية. هذا العراق اللي كان هز العالم. يعني الآن الكويت تقدر تستحل ما عنده قوة هاي كردستان تقدر تحتله فولدوا هالانفجار الهائل عند الشعب. زين انتوا هذا الاسلوب نفسه بدل ما تلجأ له يعني مهازل عيب والله عيب. اكبر دولة نفطية بالعالم شعبها عايش بالانقاض والازبال والخرائب والعشوائيات وين المسؤولين؟ وين دول المعممين يصرحون يا الله يا كذا يا رسول الله والقرآن وقال الله وقال الرسول؟ زين هم فقط من وين اموال الزكاة؟ وين الأموال المرصودة المفروض لهؤلاء الفقراء؟ ليش عندنا فقراء؟ عيب بلد نفطي كله فقر؟ نعم. زين هاي ساعه شوف هاي المناظر يعني مخجلة. هاي لو ما تنوهون عليها وما يطلع سبتايتل أو خبر وتقول له في أي دول في العالم ما يقول لك بالعراق ما يصدقوها. يعني صرنا فضيحة وعليهم دولة. نعم. اللي من هسه قاموا يجيرون للانتخابات المقبلة ونحن سنقتحم الشارع ونقتحم الساحة. ما هو ثورة تشرين قالوا لكم احنا كلكم مريدكم لان كلكم فاسدين كلكم حرامية. انت مو جاي تجمني وتقول لي انا راح يصير من عندي رئيس وزراء وانا احتل 100 مقعد واحتل وتسوي دعاء لنفسك. انطيت لهذول البائسين والفقراء اعطيتهم دينار واحد المقادية تارسين الشوارع. انتوا الان يعني مع احترام لكم قناتكم بالخارج رغم كل ما اكو تعتيم اعلامي لو تشوف الناس شلون عايشين يعني من الصبح تلقى المقادير يفترون خريجين طب وهندسه يشتغلون على التاليل ويشتغلون حمالين ودفاعين عرباي حولوا لك الخريجين هاي العقول النيره الى عربنشيه. فالصوت مو صوتهم الصوت بالشعب وال يعني الكميه الكبرى من عندهم هذول المغيبين فكريا لحسوا أدمغتهم بالقضايا الدينية والطائفية والمذهبية خلوهم بس يدقون يطمنوا كل شيء ما محصلين. والتغيير يبدأ من الشعب وذول يرادلهم سحل بالشوارع ما يفيدوا ياهم. وشكرا. شكرا أبو زينب من النجف كان معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك سابي؟ يا هلا بيك. تفضل. بالنسبة للحلقة نعم على العشوائيات نعم احنا تكلم هذا العزيز لا ابو زينب بتكلم هذا احد افرازات اللي موجود في العراق. احنا الحلقة عن انه هناك مؤسسة امريكية اشارت في استطلاع لها بان الشعب العراقي من اتعس شعوب العالم. لماذا برايك؟ نعم استاذ العراق يفتقد ويفتقر للقيادة
رشيدة. من تأسيس الحكومة العراقية لحد هذا اليوم الدولة بعيدة عن الشعب. فالدولة تبني آمالها على أفكارها وما تنزل للواقع. فلذلك تشوف الفرق شاسع بين الدولة وبين المواطن. فإحنا نتمنى أن الدول اللي أو الحكومات اللي اجت يعني من بعد الملكية والجمهورية والنظام أيضا نظام البعث إلى هاي الأحزاب الإسلامية ماكو اهتمام بالمواطن. قد يعني كل اللي يسوي الدولة هو توزيع قطع، توزيع قطع أراضي. يا أخي إحنا إذا نوزع قطع أراضي وهذا كل مواطن إلى قطع يعني بعد ماكو مكان للأراضي الزراعية. إحنا ما شاء الله شعبنا يعني جاي يتجاوز 40 أو 50 مليون. إحنا البناء العرضي ما يفيدنا، يفيدنا البناء العمودي. إذا أكو دولة يعني حريصة على المواطن وحريصة على تقديم الخدمات للمواطن أن تلتفت للبناء العمودي، البناء العمودي يفيدنا، يفيد المواطن. أنا شنو الفائدة أعطي قطع أراضي وما في خدمات، بينما إذا أبني بناء عمودي راح تتوفر الخدمات، يعني المنطقة تكون ضمن خدمات البلدية. أما إذا توزع القطع العربية راح شلون تمر في الشهر، يعني وين الخدمات راح تحصل عليها. فأتمنى الالتفات من قبل الدولة للبناء العمودي حتى نقدر نبني بلد متطور حال بقية الدول. وهذا اللي أتمناه، هذا اللي أتمناه. شكرا عبد الرزاق من بابل. كان معنا أحمد من بغداد. تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ أحمد يبدو أن فقدنا الاتصال مع أحمد من بغداد. طبعا اليوم عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد بأن العراق يتجه نحو مرحلة الإفلاس بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة. وقال جمال كوجر بأن إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب وتمريرها في الوقت القريب سيؤمن توزيع رواتب الموظفين والشرائح الأخرى، مؤكدا أن استمرار العمل وفق السياسات الاقتصادية الخاطئة سيؤدي بالبلاد إلى مرحلة الإفلاس. طبعا الحالة الاقتصادية عامل أساسي يجعل الشعب إن كان في العراق ولا في غير العراق يجعله من أتعس شعوب العالم. معنا اتصال محمد من هولندا. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لك محمد من قناتكم الشريفة. أهلا وسهلا بك. حياك الله. يعني شيء طبيعي أخ عمر، يعني جهود شعب العراق يقتل شعوب العالم. إذا حكمونا قتلة، حكمونا لصوص، حكمونا فاسدين، حكمونا عملاء، فأكيد البلد يكون قتل شعوب العالم. يعني حتى أنا أتصور موظفين ما يقبل رواتب، يعني شلون ما يكون تعيش عمر؟ يعني شلون العراق يتحاصر 20 سنة الرواتب زمان شيء صدام الرواتب كل شيء، والبلد يمشي ومصانع تشتغل. البلد كان موقف عارضي اخي 20 سنه حصار. اكيد احنا حكمونا مجرمين وقتله وفاسدين وعملاء من كل النواحي. العراق مدمر، يعني ماكو شيء ما دمره الحمر، ما خلوا يعني البلد ما ينتج. بلد زين اخي محمد، يعني ماكو امان. يعني ما شاء الله العراق دي يتصدر المؤشرات، اسوأ جواز بالعالم العراقي، أسوأ مدينة للعيش بغداد، أعلى معدل أرامل وأيتام في العراق، الشعب العراقي يعاني من الاكتئاب ويعاني من التعاسة نمبر 1 على مستوى العالم. يعني الجماعة ما خلوا أحد يعتب عليهم. ومع هذا طبعا شوف كل العالم يدعم هذه الحكومات المتعاقبة بفسادها، بقتلها للشعب، للمتظاهرين السلميين. ايش بقى من هذه الحكومه ومن شرعيتها؟ ما
العالم اخر وضع معنويات، العالم متواطئ وياهم، العالم متواطئ وياهم بدليل المنظمات الانسانيه ما دارتهم عليهم، حتى السعوديه شركه السعوديه يعني حتى بديها بديهم اخر عمر. العالم كله ساهم وياهم. فالناس بالسعوديه انا راجعون طائراتهم ولا ما يحقوا بديهم بديهم قتلوا هم مجرمين. وبالنسبه للجواز العراقي اخ عمر يعني اذكر لك حادثه انا سافرت يوغوسلافيا بال 87 طبعا. شفت اليوغوسلافي من شاف الجواز العراقي كانت تحيه. قصه بالله العظيم. وشوف هسه ما عندنا فيزا حتى بالصومال. تاكيد دمروا نفسيه الانسان العراقي اخ عمر من جوا حطموه. نعم. تاكيد اتعس برد العالم يعني. وقال اخي منتصر قبل شويه المهندسين يشتغلون عماله. يعني اتصور يعني شو ما يدمر نفسيا الانسان العراقي اكيد. نعم. وانا ما طلع عليكم انت خير. انا اشكرك اخي محمد من هولندا كان معنا. سعد من بابل، تفضل سعد. سعد تسمعني؟ سعد من بابل. احمد من بغداد، تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونكم؟ يا اهلا بك، الله يسلمك. حياك الله. وبين قناتكم ان شاء الله. الله يخليك ويحفظك. ولا وياك تعطيني شوي تعليقات عندي على بعض الامور الثوره. تفضل. اول شيء جبناها على ساحه الثوره الكريم قبل مصطفى الحشاهه. اما صاحب التظاهر صارت العالم تلميهم وطلعوا من ضيفهم وطلعوا من الاكتئاب اللي هم فيه في سبيل يردون الحريه. اما تجيبها على موازنه الدوله فهي موازنه الدوله صارت بيد الحراميه. يعني من اصغر مدير عام الاكبر مدير عام الاصغر موظف الاكبر موظف. تسمعني استاذ العزيز؟ نعم. اول شيء تجيبها على المستشفيات يعني حدث ولا حرج الفساد بيها، والله هذا من حزب الفلاني، هذا من حزب الفلاني، من حزب الفلاني. فليش احنا نخلي الاحزاب تتكوم على الشعب؟ الشعب فيه رجال ما تهاب الموت، تركب ركض. تسمعني؟ نعم اخي اسمعك. المهم فهذا نعم. الشعب الفقير، الشعب الحالة المادية مالته تعبانة، يعني الله يكون بعون هالشعب يعني على الحرامية البي. فهذا شعبنا يعني راد له رجال تكون شيء. فلوس الشعب قاعد تروح تتبعثر دول الجوار، فهي دول الجوار اللي هي مبينة. أول مبشر بالجنة اللي هي دولة إيران. يعني إيران تاخذ من عندنا، وأنا أحكي لك يعني عندي كثير. نعم. وكان المشاهدين يسمعوني واتمنى واحد ترد على اتصال يقول هذا كلام كاذب. نعم. ماشي حبيبي سادي؟ نعم. اول شيء الدوله الايرانيه تاخذ من العراق فلوس وترجعها نفسها للحزب. تنتمي للحزب يصير بجيبك فلوس، ما تنتمي للحزب ما يصير بجيبك فلوس. خيروا الشعب بهذا الخيارين. واللي قمعوا ساعة التظاهر اللي هي الاحزاب المدنيه ما حد يشاور لها ليش؟ تطور على مستوى ضباط. يعني انا هاي الرتبه اليوم ما احطها اعطيها يعني معنى كلمه الرجال من شيل الرتبه. نعم. يعني عرفوا بهم على مستوى قائد عمل بغداد السيارات فاتت هو امن منهم الطريق. اما جهه على الفساد وما فساد يعني على مفسدين بمستشفى الكاظميه. يعني ادله واشخاص اعرفهم. نعم. ثاني يوم اتصل علي رقم وانا من الحزب الفلاني كذا وكذا وكذا امور. رحت قدمت يم يعني بعد وين اقدم؟ قدمت يم اعلى رتبه واعلى سلطه بالباقه. من هذا يقول لي ما اقدر اسوي لك ولا اروحك مشروم، هذا الرقم جبتها. نعم. اطي حذف وخي يولي. فيعني شلون هذا البلد راح يمر؟ يعني حطوط من يم العلاوي والله العظيم والله بنات طالع شباب. نعم. يعني مهندسين، مهندس كارد مكناسه يدمس ليش؟ وين الشهاده؟ وانا نعم احمد. انا اشكرك احمد من بغداد، كان معنا هاشم من سامره. تفضل هاشم. هاشم تسمعني؟ هاشم اسمعك. السلام عليكم. تفضل اخي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بك. تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا بك. اسمعك اسمعك. تفضل. يا ريت تسمعني من نعم يا ريت تسمعني من الموبايل تترك التلفزيون تنصلي الاخير. تفضل اخي. عندنا مساجين من نعم. مساجين من جلام من جلام سامره 150 من عشرة قلب السلامه. اي خذوهم بلا 2014 بالتحرير حزب الله. نعم. تعرفون هسه وين هم مسجونين؟ تم اصدار احكام عليهم قضائيه؟ ما نعرف عليهم اي شيء. مسجونين الاقامه ميتين طيبين ما نعرف عليهم. لا ميتين قلنا ميتين طيبين ولا طيبين. نعم. 150 واحد اخذوهم بال 2014 ميليشيا حزب الله. حزب الله. نعم. يقولون يا ابو ميتين حتى تسوون فاتحه طيبين. يقولون يا ابو طيبين. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. اي أيوة والله. هذه احد مآسي العراق. بس توصلنا رسالتنا. نعم. كاظميل. نعم. سادي. نعم اخي صوتك على الهواء مباشره. الو اسمعك اخي. اسمعك سادي. نعم اسمعك اسمعك اخي هاشم من سامره عزيز. يا نعم. 150 ابرياء ابرياء ناس فلح على جلدهم الله شاهد ما عندهم كل شيء ضلت نسوانهم ضلت ولدهم على هذا وهذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. أخي هاشم السمرة كان معنا. طبعا هو هذه أحد العوامل التي جعلت الشعب العراقي من أتعس شعوب العالم هو ملف المختطفين وملف المغيبين واللي أفرز مشاكل أسرية واجتماعية خلف أرامل وخلف أيتام والناس بحاجة إلى 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 معرفة مصير ذويهم. يعني مثل ما قال الأخ هاشم نريد نعرفهم إذا طيبين قلونا وإذا ميتين هم قلونا. بس الجماعة مغلسين وما يحشون بهذا الملف. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي. تفضل أبو أحمد. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك أخوي العزيز. بارك الله بكم على برنامجكم وعلى ما تقدمونه يوميا. يعني الله يبارك أنا وضاع العراق. الله يسلمك. ولو إحنا نعرف وضاع العراق ما تسر لا. نعم. صديق ولا القريب ولا حتى العدو. مع الأسف. مع الأسف والله. والله يا أخي العزيز شو أتكلم يعني شو أحكي هو قليل اللي راح أحكي. نعم. العراق يعني صنف بأنه أسوأ بلد. طبعا أسوأ بلد. إذا فساد قتل خطف سرقات يعني إيش ما تقول يعني موجودة يعني بؤرة يعني هو عبارة عن بؤرة. مساجين مظاهرات. نعم. ديون يعني مشاكل مع الجيران مشاكل مع الدول الأوروبية مشاكل مع الدول مع أمريكا. نعم. يعني تنظر هذا البلد تشوفه عبارة عن بئر وكل من يجي يقذف به حجارته. عرفت شلون؟ نعم. يعني هذا البلد ما تصير يعني اي يعني شلون نقول احنا نقول اي شاره بس لاي شاره ما دام هؤلاء جاثمين على صدورنا. اخي العزيز. نعم. يعني هسه الولد اللي سمعته والله دا اصلا يعني اسمعه من يحكي وتعلمه فهذا واحد. نعم. من الاف يعني اللي نخطفه ويحكي عليهم. يا اخي انا دا ولا اوصل له صوتي من يعني من خلالكم اقول له ما حد يسمع لك ولا حد يصيغ لك اذان. قبلك يعني ناس السقلاوية الرمبار. نعم. يعني كل المحافظات ناشدوا وتعبوا ولحد هذا اليوم ما حد يعرف مصيرهم وين راحت. يعني زلم لا ألف ولا ألفين. نعم. نساء أطفال يعني ما نعرف شنو الموضوع. لا الحكومة هي ترد جواب ولا ممثلين هم لذول الذيول الموجودين ولا احنا يعني ما نعول عليهم. لكن يعني ماكو كلمة ولا كلمة. أليس بكم رجل رشيد ولا بهم واحد رجل رشيد بهم؟ نعم. يا أخي
والله مصيبه يا اخي. زين صنفوا في هذا التصنيف، المفروض اصنفه البلد يعني المفروض البلد المختفي، هذا المفروض اصنفه البلد المختفي يعني ما له وجود، ماكو هيك بلد. نعم. يا اخي شوف هسه مظاهرات في الشمال وقتل، نفس الموضوع اللي موجود هسه بالجنوب. نعم. وبالوسط نفس الامور يعني نفس الحركه، وهي طبعا باتفاق يعني ياخذون تعليمات شلون يسوون دوله. نعم. اليوم هم شفت مقطع يعني بساحه التحرير ولا دي يصور، واجى عليه واحد من جماعه مقتدى القدر اجلكم الله وسحب على صفحه وهدده ولانه نشر المقطع بالليل الخطف. زين الى متى هذا الوضع؟ الى متى؟ الى متى الشعب يصحى؟ الى متى انه يشوف جاي يصير بيه؟ تالي شلون يعني؟ شنو اللي يفكر بيه الشعب هذا؟ نعم. كل ما يقول اني راتبي بجيبي ومالي علاقه بغيري. يا اخي مو جاي الدور عليكم، مو الدور جاي عليكم انتم. مو هي مثلا هسه بالشمال موظفين ما لهم رواتب، وهسه الدوله راح تعلن افلاسها وان شاء الله تفلس. وان شاء الله ما يظل بيهم معدهم لو دينار. لا. مثل ما جاعوا جوعانين يجوعون البقيه كلها الجوع، حتى يحس الشبعان بالجوعان. لان انت شفت المظاهرات اللي صارت ثوره تشرين، الموظفين ككل اي موظف يقول لك انا اشتري شغله من اروح انقطع راتبي، ما لي علاقه راتبي موجود ومستفاد وخليني عايش، ما لي علاقه غيري. هسه لي هسه لا اجا جدوا عليهم، هسه راح يعرفون ليش العالم طلعت. نعم. على شنو صابي لهم دولة؟ عصابات؟ اكو عصابات تحكم بلد؟ اكو عصابات تحكم؟ زين العشائر وين؟ انتم شنو دوركم العشائر؟ شنو شغلكم الشيوخ؟ والله مع الاسف اقول الشيوخ، والله اتندم، والله ما اقدر يعني شلون اقول انطقها بلساني يعني صعبه علي، بس يا اخي لازم اتكلم. شيوخ الدين، شيوخ الذل دولة، مو شيوخ الدين. حش الناس الزينه اللي طلعت من عندهم. يعني انتم ما تصعدون المنابر، منبر الرسول عليه الصلاه والسلام، ما تتكلمون الحق. شيطان اخرس انتم شنو؟ نعم. والله تعبنا. والله بلد ما له بعد يعني مرجع الا الله سبحانه وتعالى هو اللي يلطف بينا ويعطف بينا. نعم. كافي يوميا اذا يفطس واحد لازم الدنيا كلها تبتلي، اذا يفطس واحد من الميليشيات لازم الدنيا كلها تبتلي، اذا يموت واحد من يقتل من ايران لازم العراقي يتنثر ويتهدم. كافي، الى متى احنا طابتين ورا ايران؟ عمي كافي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انا اسف على الاطاله. احمد من الرمادي كان معنا اتصال من بغداد. ام علي تفضلي. ام علي، أم علي تسمعيني؟ أم علي، نعم قطع اتصال من أم علي. نعم معنا اتصال عباس من بغداد، تفضل عباس. عباس تسمعني؟ عباس كذلك انقطع اتصال مع عباس من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. سويتوا ورا صدام، بنيت لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حشيشه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عاد يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع لنا روان فرحان. هنا عندكم دوله ايش هاي؟ دوله ايش؟ دوله البطيخ. Oh, my God.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. وعلى مشاهدينك الكرام. يا هلا بك، حياك الله. جزاك الله خير، جزا هذا البرنامج يزيك. والله يكرمكم ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك. انا معتقل 14 سنه. نعم. وصار لي شهرين من طلعت. الحمد لله على سلامتك. وشفت اشكال وتعذيب وتدمير واضطهاد، مو بس لاهل السنه، كل المعتقلين من كل المحافظات، التعذيب والقتل والشغلات الموزينه كلها عن المعتقلين. ماشي، انا عندي خالي هسه مسجون بسجن الناصريه محكوم اعدام، وهو منتسب يداوم بالكهرباء، واخذوه كل شيء ما مسوي وعذبوه وخلوه يعترف على شغلات هو ما مسويها، وهسه انحكم اعدام. وانا كنت بسجن الناصريه وبسجن السماوه وكنت بالبصره وكنت بالعماره وبسوسه وبسجن التاجي. والله لو تدري اللي يصير بسجن التاجي، بس الله تبارك وتعالى يعلم بي. نعم. انا اناشد كل الشرفاء بالعالم. نعم. اناشد المراجع الدينيه، اناشد السيد مقتدى الصدر، اناشد هيئه علماء المسلمين، اناشد منظمه المؤتمر الاسلامي، اناشد الامم المتحده، اناشد كل الشرفاء بالعالم ان يباوعون على قضيتنا بالعراق على السجون، وبالخصوص طهنا بالمناطق الغربيه. وأنا أقول لكل الشرفاء، إذا أكو شرفاء بالبرلمان من السنة، إذا شرفاء هم وعدهم غيرة وجايين ينصرون أهلهم، خلي ينتبهون على قضية النساء والمعتقلين والأطفال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. أنا أناشد السيد مقتدى الصدر، كان يطالب بالمعتقلين، كان يطالب بالعالم، خلي ينتبه على هاي الشغلة ويشوفوا. أنا 14 سنة معتقل. شنو التهمة مالتك أخي علي؟ شنو التهمة اللي انسجنت بيها 14 سنة؟ نعم. أنا خذوني من الشارع 4 أرهاب. بغداد. مخبر سري. نعم. ورحت 14 سنة، هسه لا أقدر أمشي، لا أقدر شيء. تكسرت رجلي، شغل ماكو 14 سنة، وهذي حطوا الأدم ما عندهم، حتى بيوتهم باعوها. يلا طلعوني. وين الشرفاء؟ وين البرلمانيين السنة؟ وين الدول العربية؟ الدول العربية هذول على أساس ينصروننا ويقفون ويانا، شو بعدين عذبنا؟ الأمم المتحدة وينها؟ جامعة الدول العربية وينها؟ نريد هاي العالم كلها تنتبه على قضيتنا. بيوتنا تفلشت، تهجرنا، ترسوا بينا السجون، وين الشرفاء بالعالم؟ وينهم؟ زين أخي علي، اخي علي الحلبوسي، نعم احكي لنا على التعذيب، على المعامله في السجون، شلون يصير وياكم؟ استاذ العزيز، انا اعتقلوني بمحافظه الانبار. نعم. شفت اشكال من محافظه الانبار، حكي ما ينحكي الا بعد ما نلتقي بمنظمه انسانيه. منظمه انسانيه، ناس خيرين نسولف لهم. مشيت على منظمه انسانيه باربيل. نعم. بس المنظمة الإنسانية متحزبة، وأنت تعرف معنى كلامي، وإحنا نقول لكل الشرفاء بالعالم، للسيد. نعم. الكاظمي، السيد الكاظمي الرجال أوعد العالم بالخير وجزاء الله ألف خير، إحنا نقول خلي ينتبهون شغلة المعتقلين. إحنا نريد ننتقلنا بمنظمة إنسانية نشوف هاي الوضعية شنو، لأن صار 14 سنة شفنا أشكال والوان. نعم. أنا أناشد الأمم المتحدة. نعم. محكمة لهاي الدولية، منظمة الصليب الأحمر، الشرفاء بالعالم، أن يتدخلون بهاي القضية، لأن قضية يرثى إليها. نعم. وين السيد مقتدى الصدر؟ السيد مقتدى الصدر كان يطالب بالمعتقلين. أناشد السيد السيستاني أن ينتهي على هاي الشغلة، لأن السيد السيستاني هو رجال جزاه الله خير، أنا رجال سني من أهل بغداد، بس إحنا كل العراقيين واحد، ما عندنا فرق، هذا هيك وهذاك هيك. نعم. ما تحشينا، ما تحشينا على التعذيب واستغلال السجناء وذوي السجناء، ما تحشينا شوية؟
استاذ العزيز ما اقدر اشيله. نعم. كانت ان تلتقي بي منظمه انسانيه او نعم. شيء واشرح لها كل شيء وعندي ادله وبراهين واديتهم على شغلات يشوفونها. نعم. إيه؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. اقول لك الحمد لله على سلامتك والله يفرج عن كل بريء. انا اشكرك علي من بغداد معتقل سابق لمده 14 سنه. معنا ام محمد من كركوك، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تفضلي. شلونك؟ شلون صحتك اخويا؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك عيني. تفضلي. نعم. اسمعك ام محمد، تفضلي. انقطع اتصال مع ام محمد من كركوك. معنا اتصال ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. حياك الله استاذ عمر. حيو الدوم، اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله مشاهدين قناه الرافدين. حياك الله. ما الذي يجعل الشعب العراقي اتعس شعب في العالم واكثر الشعوب شعورا بالحزن والتوتر على مستوى العالم حسب استطلاع لمؤسسة غالوب الأمريكية؟ أستاذ عمر العفو، هو العراق اللي كان من الدول المتحسنة والوضع الجيد اللي كان كنا عايشين به العراقيين قبل 2003، واللي صار بعد احتلال الأمريكان، واللي هسه اللي قاعد نشوفه بالآونة الأخيرة اللي الصحف العالمية أو صحيفة بون اللي جاي يكتبون العراقيين انه العراق اكثر بلد حزنا واكثر يعني دمار، وبكل اللي جاي يكتبونه زين من هذه الصحف اللي جاي تكتب ما سالت نفس ما كتبت منو سبب هذا الحزن، ومن هم الناس اللي وصلوا للعراقيين لهذا الحزن اللي قاعد طيله 17 سنه البلد اللي ميؤوس من أمره من قبل هاي الحكومة وحكومات الأحزاب، من قبل أمريكا هي أيضا بالدرجة الأولى وحلفائها إيران والدول اللي ساندتها. نعم. الحكومات اللي ساندتها هم ينسوا أنه هذه يكتبون بها عليهم الأسباب اللي وصلتنا اللي هذا العراق هو حزن. طبعا من أكثر 17 سنة اللي بدأوا به دخول الأمريكان للعراق وقتلوا مجموعة مجاميع كثيرة من الشعب العراقي، ومن قبل مساعدة هذه الميليشيات والأحزاب اللي كانت آنذاك وقت من 2003 أمام قوات الأمريكان، اللي كان هذه خطة مرسومة بتدمير الشعب العراقي، اللي كتلة العلماء، كتلة المفكرين، كتلة ناس ذات العقول الأفكار النيرة اللي بوجودها اللي كانت المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلية وأيضا بإشراف الموساد الموجودة اللي عندنا بالميليشيات الإيرانية اللي من قاسم سليماني آنذاك وهادي العامري، المجاميع الخاصة اللي دخلت في بغداد وكافة المحافظات اللي كانت اللي هم مساعديهم آنذاك، بعض الأشخاص اللي موجودين عندنا في بغداد المحافظات اللي ساندت هذه القوات والميليشيات، وكثير من العناصر اللي موجودة من المواسات الإسرائيلية كيف أنه كانوا يقتلون بالشعب العراقي يعني. ومن بعدها صار الفخخات وصارت التفجيرات. نعم. في كافة المناطق السنية والشيعية، هذا كله وصل إلى دور يعني حزن العراق، واللي فقد أخوه، اللي فقد أبوه، اللي فقد أشقاء، يعني هذا كله وصل إلى حزن، وصل إلى انهيار البلد، الشعب العراقي من مأساة اللي قاعد يصير زين. وأيضا وصلت المرحلة أنه الشعب العراقي يعني قدر أن يقوم حيله، وشعب العراقي شعب بطل، شعب بطل يعني ما ممكن أن يستسلم، وإذا راح مات من قد ألف أو مليون فما ممكن أن يقدرون يبيدون 38 مليون أو 40 مليون من الشعب العراقي. اللي صارت آخر شيء وصلت للتظاهرات يعني حتى قام يبيدون التظاهرات. هذه الأرقام أبو عمر، هذه الأرقام في ظل الحكومات. نعم. المتعاقبة إذا حكينا من العام 2003 ولغاية الآن. نعم. يعني مثل ما أشرنا بأنه العراق يتصدر بحسب استطلاعات الرأي العالمية، إذا كان على مستوى الجواز أسوأ جواز في العالم، على مستوى العاصمة أسوأ مدينة للعيش في العالم، أتعس شعب بالعالم، مستوى الفساد متصدر. نعم. على مستوى العالم، الانتحار في العراق أصبح
يعني كذلك يتصدر استطلاعات الرأي. نعم. هذه نعم كلها نعم. في ظل هذه الحكومات، هذه الحكومات شو نصفها نعم. في ظل هذا الفشل أستاذ؟ أكيد هي هاي الحكومات اللي موجودة المتعاقبة بإشراف أمير، والوضع العام اللي يعني هسه اليوم كل إنسان من يبني فتشيء على حياته وفت خريطة وفت مستقبل يبدأ من بداية نهايته نعم. يعرف من وين يوصل لوين ينتهي. فالمسوء عليه العراق أستاذ من قبل أمريكا وإيران متحالفين في نعم. هذا الأمر، يعني كل هاي الأمور يعني شيء أكيد من 17 سنة ما يلاقي تعيينات ما يلاقي أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. أم محمد من كركوك تعاود الاتصال، تفضل يا أم محمد. أم محمد تسمعيني؟ أم محمد. أبو أحمد من سامرة، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك يا أستاذ؟ حياك الله، يا أهلا بك أخوي أستاذ عمر. إحنا سامرة نعم، الواقع الحال ما لنا في سامرة يعني إحنا تقريبا يعني كلش مضايقين كلش نعم. أبو عمر سامرة يعني هسه أعطوا كلها يعني سيطرات ومحدد يعني كل فرع بيسيطر. والله يا أبو عمر يعني مثلا 4 كيلوات 5 كيلوات تمشي 20 سيطرة عندنا، 20 سيطرة سونارات 2، واحد ما يعترف بالآخر. نعم. تيجي علب الصنار ينطيك ورقة تروح على السيطرة يقول لك أنا ما أعترف بهاي السيطرة، أروح لازم تروح على السيطرة الأخرى يجيب لنا سونار. فد معاناة في شكل يعني دقيق يعني ما حتى يكسرونه. الله وكيل حكيمة ما يخلونا نتحرك. أبلوري من الصبح إلى الساعة 2 الظهر يلا ينطوق قصدوص ده يطب السماء مرة. نعم. يعني السيطرات مالتنا محطمين تحطيم كامل مطلقة من 4 جهات. هاي سامرة وضعها لأمني والله يزين، لكن شنو مش السيطرات يعني مسوية بينا البطيط من قلتنا ما نقول ذاك. اي والله يا أبو عمر، فندعم من الله أن تساعدونا تحشون تقولون على سيطرات سامرة اللي وحدة عن وحدة 50 ملف. نعم. أيوة والله. الله يعينكم، الله يفرج عنكم أخي أبو أحمد من سامرة. تحدث عن يعني صعوبة التحرك في داخل المدينة بسبب تواجد العديد من السيطرات هناك. اليوم رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العقيلي قال بأن الفساد ما يزال مستشريا في العراق رغم الأزمة المالية الخانقة. أضاف العقيلي بأن حجم الفساد في العراق بعد عام 2003 قد يصل إلى نصف الأموال المخصصة للموازنة بنحو 600 مليار دولار بعمليات فساد تشمل سرقة الأموال من مصادرها كالنفط والآثار وعقارات الدولة، وقد تكون هناك عمليات فساد ب 600 مليار دولار أخرى خارج الموازنة. بيّن العقيلي بأن أموال الفساد تسخر لصالح أجندات إقليمية، وأشار إلى أن النظام السياسي هو من يحمي الفاسدين في وقت لا يطبق فيه العراق شيئا من الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد. عضو مجلس مكافحة الفساد السابق ياسين موسى قال بأن هناك دولة كبرى داخل الدولة العراقية يحكمها الفساد، وبين بأن التهاون معها سيقضي على موارد العراق بشكل نهائي. وقال موسى بأن العراق يعاني من وجود ما سماها بدولة ظل أو دولة الفساد، والتي يعمل فيها جميع الفاسدين ومن مختلف الطوائف والمكونات لهدم العراق من خلال مد نفوذهم نحو المقدرات المالية لتصبح دولتهم هي المتحكمة في موارد البلد. وأكد بأن الفساد الموجود محمي سياسيا. تابع بأن انتخابات 2018 شهدت حصول 9 مسؤولين متهمين بقضايا فساد على عضوية مجلس النواب في الدورة الأخيرة، وهم حاليا يتمتعون بالحصانة. وعلى طاري مجلس مكافحة الفساد، حال اللجان المشكلة من الحكومات المتعاقبة والحالية بس الاسم ويقبضون ملايين الدولارات والنتيجة على الأرض لا وجود لها. اليوم اللجنة الاقتصادية كذلك النيابية أكلت وجود ساسة كبار يعرقلون ولادة صناعة وطنية في العراق، وقالت اللجنة بأن العراق يعيش دوامة فساد كبيرة لا تنتهي وعشرات
المليارات تم تهريبها إلى الخارج للتحول إلى استثمارات في قطاعات مختلفة، لافتة بأن الفاسدين يحاولون عرقلة أي ولادة للصناعة الوطنية من أجل أن تبقى أسواق العراق نوافذ لبضائعهم ومنتوجاتهم. وأضاف أعضاء في اللجنة بأن الاتفاقية الأخيرة مع مصر والأردن مخجلة لأنها تقدم النفط مقابل شراء الطاقة، وتساءلوا عن أسباب عرقلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والأدوية وبقية القطاعات الأخرى في ظل وجود الكفاءات والقدرات الوطنية. تحدثنا اليوم عن تصدر العراق أتعس شعوب العالم وأكثر الشعوب شعورا بالحزن والتوتر على مستوى العالم بحسب استطلاع لمؤسسة غالوب الأمريكية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.